نعم مشاهدينا، كنعتذروا على الانقطاع الخارج عن ارادتنا. نعود دائما مع اليوتيوبر الشهير يوسف الزروالي، وفي اطار هذا الاعتداء اللي وقع عليه الاخير مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، وللان ما زالت الابحاث جاريه، وما زال رجال الامن الوطني في بعد الاستشاره مع النيابه العامه لامرات بتعميق البحث مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. يوسف كتقول اليوم هاد الناس جاو من الدار البيضاء حتى المكناس، وبالضبط جوج من الدار البيضاء، جوج من فاس وجوج من الدار البيضاء، جاو حتى الوالده ديالك. وهناك روايه ديال بعض الناس اللي سمعنا انه قال لك جاو، راه جاو قبل، كانوا تيجيو وما لقاوكش. لا كانوا دائما تيجيو تيمشيو لحماد بن محمد وتيصوروا مع الناس وتيصوروا اي حاله درتها تيمشيو ليها. نعم اي حاله درتها تيمشيو ليها. انا تنقول زعما راه هذوك الحالات ما دار معاهم يوسف والو، ولا كيفاش؟ شنو الصوره اللي كيبغيو ينقلوا؟ لانه شوف نقول الحاجه، فان سميت تشدو وتتنقيه وتتعاون وتتوقف معاه، ها تندير لك شي لوجه الله يخرج ضدي، وانا خرج ما تيهمنيش، انا درت الخير لو الله درته للحبيب الغالي، ما غاديش ينسى خيري. تيمشيو يعطيو الناس فلوس يقولوا خرجوا، يقولوا انا الزروالي نصاب وزروالي شفار، عياو. وانا شخصيه قويه وصعيب باش يطيحني واحد، صعيب صعيب صعيب. انا واحد انسان عندي واحد ملك الانتقاد، وخاص غفرت الله ينوض اليوتيوب كامل يهضر، الله يمي يحرك فيه زهر، تعرف راسك معنا. الناس هنا كتقول لك كلنا عائله الزروالات التي تهدد يوميا بالقتل، واش وصلتوا شان القتل؟ قال لك حيت شوف انا 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 في صراحه الله تكرفست على عائلتي بزاف ساكن، تنتمنى دابا نحيد التليفونات ديالي هكا ونمشي معايا دابا على غفله نحط بهم ساكن، حط لا الوالده لا الوالد، كل شيء كيبقى الوالد بعدا صحيحه. باب مسكين بالسرطان بسبابي، من ضرب 7 شهور ديال الحبس فقسا مسكين مرض، وداويته وما عمرني قلتها حتى تشافى منه، عاد خرج درت فيديو قلت لهم راه باش ما يقولكش الزروالي تيسعب بوه شامي لافي، ولكن باش يجيو عندي الناس سالضه حتى لحومتي وانا في طنجه. والله خويت هذه المدينه احتراما للسيد وكيل الملك، احتراما للسيد وكيل العام، الامن انت محترمهم، مدينتي زوينه، تقاتلت باش عطيت ليماج، شيت الزروالي تقول الزروالي تقول مكناس، كاين ما كاين، الزروالي هو اشهر واحد مكناس. تنخرج بالليل جوج اللي تنقول لهم شوفوا مدينتي زوينه، تنفرح تنقول الناس اجوا ديروا استثمارات هنا، حتى وليت انا تدهبس فيها. ولكن واش رامي انا خجول على داك الشيء اللي درت. واخا شنو وقع يوسف الزروالي؟ شنو اللي خلى يوسف الزروالي ينفجر ويوصل لواحد المرحله ديال ما بقاش قادر يتحكم في راسه؟ هو واحد الانسان جا، انا نهار الخميس كنت في طنجه وجا حتى المكناس وتيقول لي حدا دارنا، تيقول لامي خرجي المثلي ديال ولدك، وما عرفوني ما كاينش تما. كيقول لامك خرجي المثلي ديال ولدك عليك انت. وكرطوا لي الطوموبيل ديالي ومشاو للقهوه في تنقيس بعيد على دارنا. ما كاش دخلها حيت مسكينه، حيت تمشيو للنقطة الضعف ديالي. النقطة الضعف ديالي هو والديا، أنا ما نقدرش نعيش بلا بيهم، ما تنبغيش أنا مثلا نشوف أمي فرحانة، هذيك هي الدنيا ما فيها. لا وخويا شوف كنعرفوك يوسف، وشفنا الوالدة ديالك في المحنة ديال ديك 7 شهور، وكانت معنا مسكينة صباح مساء، الله يخليها ليك، الله يخلي لك الحاج حتى هو كذلك، اللي صراحة نعم الأب. بكى مع بكى حدانا، ما خلى ما دوز على قبلك، وكيبغيوك هذوك الناس يا يوسف. انا راه انت الضو ديال عينيهم، باش نقول لك والديا احسن عائله في اليوتيوب تيقولوها. با ما عندوش قناه، خوتي ما عندهمش قناه، ما تنخرجوش الاسرار ديال العائله ديالنا. خويا مسكين ما حتى واحد ما عنده قناه الا انا، وما ما تنخرجوش اسرار العائله، تعطيو محتوى زوين. جاو عند الوالده كيقولوها ولدك فيه وفيه، وانا في طنجه في الدار ولا فين هادشي؟ حدا الباب، حدا الشرجم. جاو الباب داركم؟ باب الطوموبيل، خرجينا الميتي ديال ولدك، واللي وراهم الدار هو واحد ود فاس، هو واحد اخر جوج فاس وجوج طنجه، جوج كازا. داروا الله في القهوه، تيقول لي سميك راجل انا في حوم، تكون في قهوتك يا الشماته. انا تفرجت هذيك اللايف تنقول يا ربي ما يشوفوش خويا، تنعيط لمرتي تنقول لها خليهم. شوفي الملك البلاد اللي حاكم سيدنا وتيهضروا فيه، خليهم راني زمتهم، حيت صافي ما بقات لهم حتى شي سلاح، سلاح واحد هو يجيو حتى لدارنا باش ندابز معاهم وندير ونفعل، وتنعطيهم واحد المعنويات، حنا راه اقوياء وشوفوا حنا تيبغيونا الناس، شوفوا في التعاليق، شوفوا في الزنقه، هادو اعداء النجاح، شوفوا هادو كيموسخين. تنحاول نعطي كوراج لمرتي
اللي هي عندها جنسيه فرنسيه وجات وليدات حتى هما عندهم جنسيه فرنسيه تنقريو. واختاريتي انك تجيب وليداتك؟ كاين اللي عاتبك على هذا على هذه المساله هذه، قالوا لك علاش جايب ولادك؟ شتي باش جبت ولادي يا خويا؟ تصور باش تحيد مرتك تحيد ولادك وتقنعها في انه غادي يكبروا في المغرب ويحفظوا القران ويسمعوا الاذان وان شاء الله وهذا، عرفتي راه عرفتي اربع شهور وانا تنقنع فيها. وجدهم تيحماق عليهم وجداتهم الله يخليهم لي تيحماقوا عليهم فرنسا معروف الاسم معروف ميسري تيقول لي تنقول لهم عافاك وتندير اكثر مجهدي باش مرتي تتجلس شهر في فرنسا وشهر هنا حيت تدير الطب تنتهلا فيهم تنحفظهم القران باش يجي مهم تلقاهم بواحد الحله زوينه باش يبقاو حدايا باش نشوف الحنان ديالهم تنفرح ملي تنشوف وليداتي وفي بلادهم وتيقولوا الله الوطن الملك وتيهضروا بالعربيه حتى دابا خصهم يمشوا بحالهم صافي ما بقاوش بنين حتى تيبغاو يمشوا بحالهم حيت قال لي بابا علاش ركبوك البوليس قلت له البوليس اللي جونتي قال لي يا بابا وعلاش هذاك ميسيو يغوت عليك وتدابز معاه قلت له بابا يعني دابا البنيات كيوصلوا كيوصلهم هذا الشيء قلت له بابا قلت له بغيت باش هذاك بغى يضربكم وبغى يدير لكم وانا تنحميكم باش نبين انا اب تنحميكم الجمعه حيت ولكن راه هما اللي جاوا طيحوني علاش يجوا عندي جاوا لعندك المهم هذا بالخميس انا نهار الجمعه جيت ودرت واحد اللايف في المكان فين كاين هما حدا والوالده قلت لهم خليوا هذه المدينه في التيقار وباقا مسجل عندي في قناه الزروالي ثلاثه في اليوتيوب قلت له خليوا هذه المدينه في مدينه التيقار والامن مدينه الامن ومدينه الامان وهدرت زوين قلت لهم عندكم شي مشكل معايا سيروا للقضاء حيت عياو بالشكايات الشكايات كلهم كيدي نعم ما فهمتش واحد الانسان الا سولنا يوسف قلنا له يوسف شحال واصل الان عدد الشكايات اللي محطوطه ضده ما عرفتش العدد ما الصبي حقه معايا كاملين ويعطوني حق الرب بحال دابا يجيبوا الشكايات كاملين اللي عليا ياك ويعطوني حق الرد ماشي ديالهم يعطوني حق الرد يعطوني حتى انا كيفاش جاوبت انا والله العظيم يا خويا العزيز الا تيشهروا بيا عام عامين هما دايرين سلسله عليا النهار اللي تنطلع ندافع على راسي هذيك اللايف تيديروا بيا شكايه غير تنطلع ندافع غير تندافع لانه صافي بزاف شي مرتي مسكينه الشارفه ما عندها السنان العاهره ولادي حرهم حرموهم ليا شي ولادي تيقول صاحب الحاج اجنان وصبرت والكاظمين الغيظ والعافون على الناس نشوف ام عائشه تتهمها بالزنا تنقول ضربه الشهره هي هذه ولكن باش يجي واحد حتى الحومه ديالي ويدير لايف وانا داير لايف من لها وتنقول لهم تنهضر على مدينتي واحد شويه تبعني 7000 واحد شويه تيقول الناس الزروالي حدي راسك حدي راسك راه جاو عندك هو قلب الكاميرا قال لهم قولوا الحمار هذاك الحمار ميتلي راه هو قولوا له راه جا عنده القهوه نسميك راجل اجي عندي كيفاش تقول لي نسميك راجل؟ يعني التحدي هنا دخلت اقسم بالله الا كاين الا كنتي راجل اجي الا كنتي كلشي مسجل تيقلب الكاميرا تيقول لهم قولوا الكسول والحمار رانا هنا في الدرب انا راه شفت القهوه راه مشينا للقهوه شتا شتا تيقولوا قولوا يجي وانا ونجي نحشر مو كاس في وجهه تنشوف التليفون تصوني مرتي قالت لي هذا فات الحدود ديالو تنشوف امي جايه حيت في الكارتي كلشي شافني انا واحد اللحظه ملي شفتو قالوا لي حدا راسك قلت لهم موت وحده نموت مع هذا السيد لانه كيفاش واحد الانسان تيعيرني قدام دارنا وقدام حومتي وقدام مرتي وامي اذا النهار اللي غادي نقول لمرتي غير نبغي غير نقول لمرتي ما تمشيش شي بلاصه تقول لي انت بعدا سير هضر مع هذاك اللي جات الحومه وقردنك حنا راه تنبقاو مغاربه وانا راه كابر حومه بن محمد راه ماشي كابر بواحد الثقافه حتى ولد حي شعبي حتى انت شعبي نعم. عندي تقاليد ديالي بانه كيفاش تقردني قدام با قدام مي قدام في مدينتي عرفتي شنو هي مكناس اللي تنموت على هذه المدينه اقسم بالله خوتي العزاز ملي تنعقل على راسي بلغت حيد عليا الطفوله تنتخارى وفلقني عمرني ما تشانقت مع شي واحد او شي واحد وقفت ودبز معاه تصوروا تنمشي شي اداره تيشوفوني الزروالي زيد تصور الا دخلنا القهوه والكراسه عمرني تيعطوني كراسه تيبغيوني بزاف علاش ما عمرني تبدلت على مدينتي ولد نقيت بقيت هكا بالشعبيه ديالي ولكن باش تجي وتقول لي ميت لي قدام مي وفي حومتي في داري قدام ولادي راه ما نعقلش عليك انا ما نعقلش عليك في خبارك راه اول مره تنشوف راسي انني لوغو ديال الماكله ما بقاليش صافي حشومه
مشيتي للقهوه؟ شكون مشى للقهوه انت ولا مشيت للقهوه انا حيت كانت امي معايا مسكينه وهذا مشيت معنا انا مشيت للقهوه عندهم حتى شي واحد ما قدر يتململ فيهم اجي منين جيت بقى كاع هذاك الشيء اللي بغيت قال لي هذاك الشيء اللي بغيت وصلت له اذا انت تبتزني باش هذاك الشيء اللي بغيت لانه هما واحد على ميري في ميريكان يعني كنجروك تجي واسمعني اخويا تيقول واحد في ميريكان هذه السيمانه اللي هود الزروه ديال الحبس هذه السيمانه الزروه اللي هذه هود الحبس اذا هما دايرين لي فخه علاش؟ لانه تيقول حنا دايرين به شكايات ودايرين فعل شوف كاينه فلوس تتعطى فلوس كثيره فلوس كتعطى فلوس اموال هادشي خطير اش كتعطى تعطى ضدك انت باش نطيحوك انت هادشي خطير لمن كتعطى تتعطى لهاد الناس شوف دابا نقولك الحاجه كاين ما يفيد يوسف لا والله صوت وصوره ماشي تنقولو في الخفاء صوت وصوره دابا هادشي تنعطي لهم صوت وصوره عطيتي هادشي للسلطات عطيته كلشي انا خرج واحد خرج قال لهم انا تنتقد الزروه اللي وكان هادشي اللي بغى واحد السيده في الطاليان قال هادشي اللي بغيتي ديري له انا ما متفقش معاك هذا ضدي تيقيني سبني شنو كنشوفوا حمزه مومبيبي جديد عاوتاني قدامنا ولا؟ الله الا ارحم منهم شوف خويا العزيز اللي بغى يثق بيته انا واحد الولد مثلا بغيت شي واحد يكون نصاب انا ضد النصابه تنكره النصابه وما تنبغيش مساكن الناس الدراويش ينصبوا عليهم انا ملي تنشوف الناس النساء تيتعرضوا للابتزاز هاد العصابه تنوض تنحاميهم كاملين انا قلت لك نطلق الكاميرا نعقدك شي انا لا طلقت الكاميرا ضدك ما تنعش ولا تحاربتي معايا تنعس بالدواء انا ود الحرب تنقول لك ارى ما عندك قول لي عجبك غنشدك المرمدك في اليوتيوب عزيز عليا الناس اللي تيبغيو الملك ديالهم عزيز عليا تيبغي المؤسسات حاليا كاين واحد النصب والاحتيال باسم القضاء تيقولوا الشكايه تدفع ب 3 مليون 4 مليون 5 مليون هادشي خطأ هادشي خطير ماشي خطأ وراه هادشي جبتوا لهم صوت وصوره انهم تيقولوا فعلنا الشكايه بيوسف الزروالي في منتصف الليل وهادشي راه ما كاينش انا اللي بعقلي وعارف بلادي هادشي ما كاينش ما كاين شوي ولكن واحد اخر اجانبي غنقولوا فري اذا كتعطي للاعداء باش يضربونا الشكايه بهذا الكلام هذا كتعطيو للناس باش يضربونا ثقوا بيا انا نقول لكم اسم يوسف الزروالي خصكم تفتخروا بالقضاء المغربي النزيه ديالكم راه وكيل الملك المحترم اي مدينه تيكون عنده نائب ديالو اللي تيكون كل نهار تيعين واحد اللي تيقبل الشكايات المواطن المغربي مجانا راه ما تيتفاعلوش ب 3 مليون 4 مليون لما تتنوض انت وتدير هذا الفيديو شكون اكبر عدو ديالهم هو الزروال انا درت وقفه فاس نقول عاش القضاء لا غد في الليل تهاجمت علاش تقول عاش القضاء وعلاش دير هاد الوقفه راك هنتي القضاء واش كاين شي واحد يقول عاش القضاء تيهي القضاء نعم واخا يوسف دخلتي للقهوه شنو ردت الفعل شنو الكلام اللي قال لك شنو ردت فعل هي انك راه داكشي اللي بغيناه انت وصلتينا ليه شوف حيت بان في الفيديو الزوجه ديالك بانت مرتي خصكم تعرفوا انا عندي نعمه المراه وهي اللي كوناتني مسكينه وعاوناتني وداتني لفرنسا الله يسهل عليها هاد المراه هادي مسكينه عطاتني فلوسها عطاتني وقتها عطاتني ثلاث بنيتات ما عمرني غادي ننسى الجميل ديالها ولو كما كانت مرتي بهيجه ما يكونش يوسف الزروالي ما عمرني غادي نبدلها بمال الدنيا لانه مراه ونعمه المراه مسكينه هذا اعتراف جميل هذا اعتراف جميل وعلى المباشر انا تحترم الام تحترم النساء انا ام ديالي كوناتني وولداتني ورباتني وبر بوالدي انا والدي نتلاح عليهم في العافيه نجيبها فم السبع ونعطيها لهم ولكن اللي وقفتني على رجلي هي مرتي ما عمري نسى خيرها وتنقول لها والله سمحي لي وتنعتذر منك على هذا الشيء اللي تتعيشي معايا وتنتمنى من الله ربي يعطيك قصر في الجنه ويحفظ لك بنيتاتك مرأة مسكينه اللي وتنتمنى جميع الرجال وبالاخص حنا المعروفين في المواقع الاجتماعيه نكبروا بالنساء ديالنا ماشي غير نتشهروا ونشوفوا شي وحده اخرى عمرك ما تنسى الانسان اللي مد لك المساعده برافو برافو هذه كلمه حق يعني تحسب لك سي يوسف وكان لا شوف هذا كنحترموك على هذا الموقف هذا تجاه الزوجه ديالك واللي هذا اعتراف يعني قليل اللي غادي يقول لك لا راه مرتي اللي دارت لي وفعلت لي ودارت لي ودارت لي فهذه تحسب لك اخي من بعد هذا الوضع اللي وقع لكم وهذيك الرجه اللي وقعت كاين فيديو يوثق انه وبعض الكلام اللي كيوقع الان والضجه اللي دايره انه حقره
جا خوك دخل عليه حتى هو، لا راه مشى ليه الساك ديالو، لا راه الزروه اللي دا ليا وفعل ليا وتعدى عليا. راك كتشوف راك الا راك متبع، شنو الرد ديالك على هذاك الكلام؟ بالنسبه ليوسف الزروه اللي متيق به انا ما تنسرقش شي، انا ذاك الميكرو اللي مشى له في الشكاره راه تيجيني كادوات من فرنسا، كلهم ميكروات وتليفون، تنقول الدراري اللي ما عندوش ميكرو يهزو. واش انا تنخسر الزباب الفلسفي في نهار واحد؟ غادي ندي ميكرو ب 3000 درهم ولا 300 درهم ولا 400 درهم، انا هبيل والكاميرا كاينه. ملي دخلنا عنده شديت الهاتف ديالو حيدتو له، بدا تيصور ليا مرتي وتيصور، حيدت له الهاتف وما خليتوش محلول، سديتو ما عنديش حق قانونيا نقلب له في التليفون ديالو. اللي تيقلب في التليفون هو بامر النيابه العامه، شديت الهاتف. بدا تيقول لهم شفر شفر خليته، كي جاو الامن الوطني سلمته لهم. عطيت التليفون للبوليس. بلاصه. بالنسبه للساق، الساق راه عند البوليس. ما كاينش يسرقوا، لانه الجوجه ديالي محترمه ما تسرق الساق، لان انه ملي ترونا مرتي مسكينه طلعت عند البوليس سخفات. راه كنتوا حاضرين. وي جات سخفات، مشات الاسعاف، نعم. ما فقت حتى 9 الصباح. فهمتي؟ ما كاينش شي واحد يسرق، حنا ما تهاجميش. إذا هذا الشيء كامل عند البوليس. واش إذا واضحين بلا ما نزيدوا على هذا. هو براسو ملي دخلنا عند البوليس قال لهم هذا التليفون، قال له شش ما تغوتش. دخلتي غوات وكل شيء، قال له هذا التليفون. فهمتي؟ أنا تعرف القانون، ما يمكنناش نسرقوا ساك والكاميرا كاينة وكاينة، فهمتي؟ وماشي أخلاق ديالنا نسرقوا ساك. فهمتي؟ واش حنا جايين ندافعوا على شرفنا وجايين نسرقوا. نعم. ورا نضربوا به براسو كون بغيت. نعم. المهم خويا كان واحد جوج شي مهازين جنويه اللي كانوا معاه اللي جاو من فاس، هازين جنويه حيدها لهم خويا. راه تما جوج معرضين ليا تما، حيت شوف اللي بغى يفهم، ما يمكنش واحد يجيو عند واحد وعارف اني انا رياضي وعارف اني منفعل وعارف اني شنضيط، حيت هما راه عاشريني وعارف اني انا ما تنخافش. اذا غادي يجيو عندي لحومتي اللي كلشي معاطف معايا ويجيو بجوج، ما كايناش هاو. يا اما ما يجيش خاوي، اذا جايبين جوج بالدور هازين الجناوه، وخويا مسكين كينزل بغا يشيروا عليه حيدها لهم. اذا من النيه اللي كانت عند هاد الناس؟ كانت انه خصني تقتل، لانه قال لهم هاد السيمانه غادي طيح الروح. من وراء هاد الشيء يا يوسف؟ عصابه خارج اعداء الوطن على برا، وكاينه وحده الدعم، اقسم بالله العلي العظيم الا واحدين تيطلع وتيسب في القضاء كامل. شتي انا ملي تنشوف واحد تيسب المسؤولين ديالنا بحال تيسب ليا با. تيبقى البلاد هذه ومؤسسات البلاد تيبقى في الحال. كاينين الناس لا، كاين واحد في كندا لا اسمه تيبقى يسب المسؤولين، تيبقى في الحال. تنقول هذا المسؤول ما عندوش حق يدافع على راسو. تجيني واحد الغيره وتنقول انا ندير لايف، تنصدق تندافع على واحد المسؤول ما تنعرفوش، وتنصدق تناكل العصا اكثر منه، لانه تنهرس له المخططات. بحال دابا مؤخرا هاجمين على المكناس، حاضرين مكناس مكناس مكناس. ايوا وريونا هادشي تتقولوا على مكناس صحيح كذابين، وريونا. دابا واحد يومين تيهضر على المسؤولين، كون كان هاد المسؤولين هادو اللي تيهضر عليهم على الطريقه اللي تيقول هو كره المغرب كله حفاري كره ثقبه. حنا عندنا اعداء في هذا الوطن، عندنا اعداء، وحنا كاينين واحد الناس بوريزاريو وغادي نصرح بها، كاين بوريزاريو، كاينين ناس تيقول المغرب عنده جيش في مواقع الشمال. شي نهار اللي يفكروا يخرجوا ضد سيدنا كون على يقال تلقى تشوف تي في تلقى الزروالي تلقى فلان وفلان وجيش. كلنا الخط، كلنا في الخط الاول من اجل الدفاع عن البلاد وتوابيت البلاد، وهذا الشيء لا نقاش فيه ولا مزايده فيه. والحمد لله على بلادنا. راه ما قدوش على سيدنا في الواقع. نعم. بغاو يدوزوا له المواقع. واخا غنرجع معاك خويا يوسف من بعد التدخل، يعني حضروا رجال الامن الوطني، سلمتيهم الساك، سلمتيهم الهاتف ديال خوك جوك. والاشك ما تسلمش هذيك الناريات. نعم. لانه الجوجه ديالك كانت كانت اوسبيطاليزي. وي حنا كلشي عندنا بالدليل، التليفون هو براسو راه شد التليفون. التليفون ديالو مشى للخبره، ما تيكذب عليكم. التليفون مشى للخبره. مشى للخبره. دخلنا عند الامن الوطني تنشكرهم، ديال اناسي اللي كانوا بيرمانوس في الملاح الله يعمر هذا، ماشي هما تيدافعوا على حتى شي واحد، لكن الطريقه باش دخلت انا كنت منفعل، انه داك الشيء داروا لي ما عجبنيش. تصور انه رجال الامن الوطني مسكين تيقول لك يجيب كلمه من فلوسه ويجلسك ويحترم ويقول لك طرف وجهك واجي، تيقول لك واش مزيان عاد نصنتك. شوف الانسانيه اللي عندنا في هذا الرجال الامن الوطني وديال اناسي اللي كانوا بيرمانوس، حيت ماشي انا تنشكر اللي يستاهل يتشكر. واخا انا ماشي منافق. نعم. حيت انا ميت كل شي واحد ماشي شريف وتنشكرو تنحس بحال تنحس بمسخ الداخل. خصني نشكر اللي يستاهل يتشكر.
حصنتو لينا مزيان واحد اللحظه الضابط المحترم او ما كوميسير المهم رجل شرطي تواصل مع السيد وكيل الملك هو يقول له تليفونات تمشيو للخبره. كان فرحه كبيره لي تليفونك كلشي فرحت لانه عارف انه في هذه الخبره يجيبوا ما اخفى اعظم. ورا خرجت واحد السيده كانت صديقه ديالو من الدبزاز قالت لهم فضل هذا الجمعاوي تسميو الجمعاوي قالت له هذا جبد خبت. انا تنطالب الملف ديالي يمشي للفرقه الوطنيه وعندي في جعبتي شي حزابات حمزه مومبيبي 1%. لا واش وصلنا لمرحله انه ندخلوا في مرحله ديال التجهيج ديال القنوات من اجل واحد الاشخاص اللي عندهم واحد المحتوى اللي كنشوفوهم. يعني مثلا احنا شدينا اليوم ها هما شادين يوسف الزروالي واحد 20 قناه ولا شحال من قناه مجيشه شحال من قناه ما عرفت راه تندخل تلقى راه ام محاميه عليا واش باغيين يطلعوا على ظهرك؟ دابا قناه زعما كبيره كاينه واحد الحاجه اللي نقدروا راه ندويو عليه باش نقدروا واحد الحاجه بانه واحد الانسان عنده التاريخ وعنده قناه مليونيه تيقول لك علاش نضرب واحد غادي نضرب واحد النساء نضرب واحد السنين باش نتشهر راه نجبد قناه كبيره ونبقى نتشهر في البلاصه ضروري غادي يكون اعداء هذيك القناه الكبيره اللي يدعموا هذاك الطرف. خص تعرف واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف انه دير شي كيب الزروالي عندك فلوس. انا تنطالب سيد وكيل الملك بمكلاس نعم هذاك الشيكيت ديالي كاملين تحطوا في مكلاس او تحالوا المدينه واحده اخرى ولا هذا عنده باقي عنده النسخ يجبدهم كاملين وكيف بشرط يعطيني حق الرد ماشي يقول لي تشوف الا مشيت هاد الناس يديروا شكايه هما تيقولوا لي ود العاهره يا ود فاعله بحال وحده تقول لهم غادي نهني الزروالي. هاد السيده هي مولات الفلوس قالت لهم قريبا فين كاين هاد السيده؟ في طاليان مغربيه هي ما نعرف حاشا واش تكون مغربيه لانه مغاربه ما تيديروش هادشي حنا اصلنا المغرب اصل المرات تحشم. وعلاش علاش غتوجه السهام ديالها للزروال؟ ما عرفتش اخو وتعطي 12 مليون في 10 الشكايات. اسمعني شوف نعم. خلاصه ندوى الصحافيه ب 7 مليون 10 الشكايات ب 12 مليون اين ندوى صحافيه؟ دارت في قنيطره بدون موافقه السلطات. اها دارت عليا ندوى صحافيه على الزروالي صحافيه وكرموا شكون اللي كرموا؟ كرموا كاع اللي تيسب ليا في مرتي وفي امي تتسب الزروالي داروا له تكريم ياك اخويا اقسم بالله. اذا العداء ديالك دابا الان ولا ربح ما كاينين الملايين تيتشيروا. تصور انه باش تدخل اليوتيوب تلقى واحد تيقول له شي مرض الزروالي راني نعس معاها. لا 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 اقسم بالله لا هادشي بصح لا داعي لذكر هذا الكلام. تصور انه واحد دار الشكايه هذا الكلام غيبقى موثق اخويا. تصور اللي بقى في الحال من الضابطه القضائيه ديال مكناس موت عليهم. هو واحد الجريده دارت بيا شكايه وهي وهميه وما طلبولوش انه مدير النشر شكون هو. هو شد عليا 2 مليون باش يدير بيا شكايه. واحد حقوقي اعترف لي مسكين اعترف قال انا مقيد دار بيا شكايه باهانه القضاء قال لك. وهذاك الفيديو درته في 2017 تنضرب في القضاء ديال الجزائر تنقول لهم حنا اشرف منكم شدوه وردوه. انا تنضرب في القضاء المغربي في 3 دقائق ولكن فين هو الاصلي؟ اصلي مشى لي مع القناه المليونيه ديال الفيسبوك مشى. اذا النيابه العامه المحترمه هذاك الحقوقي ما عندوش الصفه باش يرفع الشكايه باهانه القضاء لانه القضاء المغربي عنده كاين النيابه العامه وعندها كل الاجراءات ديال القانونيه كيخوف 10000 درهم باش درت بك شكايه يوسف بحال هكا قال اقسم بربي الكعبه وكيجيو يقولوا لك راه شدينا عليك تيقول لك سمح لنا حيت راه الذنوب ديالي صعاب تنقول حسبي الله ونعم الوكيل ربما تيشوف كاين ضمير روحي واخا. وداك السيد اللي عطاني تصريح قبيله واللي زعما انا جاني داك الشيء غريب اخويا يوسف هذاك هو اللي ضرني والله. واش انت كتضرب باك؟ وصاحب باك جاو عنده قالوا ليه واش يوسف الزروالي اجي قول راه يوسف الزروالي كيضرب باه ونعطيوك. اسمح لي يا يوسف على هذا السؤال ولكن راه احنا عارفينك راك مرضي الوالدين يعني احنا كنشوفوك في مكناس وكنعرفوا يعني كنشوفوا داك الشيء اللي بعينينا. ديالي باش يمشيو عند صحاب با هاد الاشخاص اللي جاو مشيو عند صاحب با وقال له قول بانه يوسف ضرب باه وحده في الطالين اللي دعمك. تصور نضرب الكنز نضرب الذهب ولا تنهارهما ولا تقل اف وبالوالدين احسانا. قداش با مسكين راه ما تيخدم ما والو انا اللي تنخدم عليه. انا با نتقلق منه حاجه وحده الا ما شتوش مشى للجامع هو عارفها با شتي با نشوفو كاز مع الدراري الصغار حياته هذيك
تيجلس في القهوه تنقول السر باي اجي الا تسال با شي حاجه مخلصه تيقول انت سالو والو تنقول الا بغى شي حاجه عطيها لي وتنقول له با مي سال لك الفلوس قولها لي انا تنفرح ملي تيطلب لي با الفلوس تنكون فرحان بحال ملي كنت صغير تنطلب الفلوس لبا اصبح با تيطلب لي تنفرح ديتو من العمره وجيت مقيدو هذا العام في الحج ولكن تنحس بالوالده شي شويه عيانه في واحد الرجل لاكوش تتبرى لها ان شاء الله مر العام الجاي مقيدو عاطيها الفلوس راه عندها في البنكه وهي تمسخني اقسم بربي فلوس الحج كثرها في البنكه خويا مسكين خويا توسير خسر دار ديال 14 مليون نشريها له خا واحد الدنيا مرام مرام ما عمر عائد الزروالي بانت في اليوتيوب تتعاطى انا ضد هذا الشيء عائد الزروالي تشرف الشعب المغربي ما نخليش مي يدخل او خويا يقول له يجي يضرب ولكن باش تتحرشوا عليا صاحب خويا يقول لنا حشومه راك سمعتي انت براسك سير كيقول لك انه جاو عندي ناس كيقولوا لي هكا فلوس وقول راس الزروالي كيضرب باه شوف والله العظيم وسير كيقول لك انا عارف الدري مرضي مع باه الوالدين ديالي واش انا غنكذب وباك صاحبو يقول لك مرضي الوالدي شوف والديا ما نقدر شوف انا تنطالب الله سبحانه وتعالى انني نموت قبل والديا لانه ما يمكنش ندخل الدار وما نلقاش مي وما نلقاش باو لا اله الا الله لا اله الا الله ما بغيناش نبكيوك ما بغيناش نبكيوك اخويا يوسف معايا ما حنتي والديك ما حنتهم مساكن ما حنتهم ما حنتهم معايا مساكن ولكن عارف اني راجل ولكن نعم. الام ديالي البارح قالت لي سير انا راضي عليك فاللي ما بكاش على والديه ما عندوش علاش يبكي يوسف على المباشر مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كنشوفوا الدموع ديال يوسف الزروالي في هذه اللحظه تصور معايا خويا دخلتي خويا امك عرفتي شنو هي كلمه مي مي جيبي لي الماكله دابا باقي يوسف كيقول مي ري ليا مي عطيني غطيني وحيدي لي التقاشير شحال حلوه تغطيك امك الله يخليها لك الله يخليها لك عرفتي تنعس وتشوف امك تتغطيك واللي ميته لي امو الله يرحمها في هذا النهار هذا الله يرحمها مسكين شي واحد ملي تكون ميته لامو تمشي تسولو تنقول له كي تدير تعيش تنقول له ملي مات امك شنو وقع لك ما تخيلش راسك بلا بلا ما تخيل تنسولو تنقول له كي تدير تعيش واش نقول الله يسمح لنا من الوالدين الله يسمح لنا من الوالدين خويا ان شاء الله وفي الوالدين شوف راه الوالدين هما الحاج والله ما تخص والله ما يخوالك يجيبك والله ما عمر النهار الخايب تشوفه وي 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 حتى الوالدين 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 هما النقطة اللي ما عمرك تمحيها القضية الآن يوسف غنرجع معك القضية مرة أخرى من بعد تدخل رجال الأمن الوطني تم اقتياد الجميع إلى مخفر الشرطة مصلحة ديمومة بالدائرة الأمنية الأولى تم الاستماع إليكم في محاضر رسمية ومن بعد حالوا الملف الى الضابطه القضائيه حتى 6 الصباح عاد خرجنا بقينا تما رانا بقيت معكم ولكن تنتمنى من السيد وكيل الملك والسيد وكيل العام يحيل الملف الى الفرقه الوطنيه ليس علاش؟ علاش الفرقه الوطنيه؟ حيت الفرقه الوطنيه حيت كطالب بها بزاف السروال حيت عندهم جعبات كثير حيت الفرقه الوطنيه عندهم امكانيات ما شاء الله هما دولي على الصعيد الوطني حيت هاد الناس مفرقين حيت دابا الناس الفارقين تتكون دابا مكناس تتكون تخدم الاختصاص ديالها ديالها نعم وما يمكنش واحد الناس ثلاثه في البيرو ولا كتقلب على بحث موسع يعني على الصعيد الوطني علاش شي كاين في مدن اخرى عندك يعني كاين خارج برا وفلوس صحاح تتعطى وتشوف الفلوس وتشوف بانه جريده مشريه على يوسف زروال حاضر يوسف زروال تشوف فلوس تشوف ابتزاز هاد الناس كتجيهم تحويلات ماليه على برا باش يضربوا في الزروالي علاش هو خاف هذا الخين هذا اللي جا عندي علاش هو مرعود شتي مني قال لهم شتي مني قالنا الخبره التليفون تنقسم لك بالله بحال واحد الواد كان صافي وهرقتي عليه عرقتي عليه شي حاجه صفراء بنادم تبدل شتي بنادم انا راح راني ماشي واحد راني ولد الحرب تنشوف بنادم في الملامح ديال وجهه تبدل شنو التليفون فيه شي حاجه ما عرفتش اما انا ها والله عاد شريته جديد وتنقولها والله سيد وكيل الملك طلب بانه دارنا تشتش ما عنديش مشكل الكرسي ما فيهاش عجينه انا ما تنهضر مع حد ما تنشد فلوس زعما شد فلوس وضرب شي واحد انا فاعل الخير وتنبغي بلادي ووطني وفرحت عطيتهم ثلاثه الهواتف ديالي ثلاثه حطيتهم الخبره ثلاثه وايفون عاد شريته مازال مسكين جديد تبعوني عليك توسير يلا او درتي به درت لايف باش لايف باش مشى الخبره هذاك التليفون راه ولد المخزن دابا هذاك التليفون ملي رجع نقول له تعود المخزن نعم غدا ان شاء الله عندكم غتكونوا عند رجال الامن ولا غادي باقي البحث دابا غدا البحث نديروا شهاده طبيه شوف
دابا احترام الرجال الامن الوطني باش نهضر في هذا الملف هكا احترام تاع شوف تي في. هو الملف انه داك الضابط قال لي جيب لي شهاده طبيه باش نقدمه للوكيل، لكن ممكن راه مازال خص البحث لانه كاين بزاف الاطراف ما جاوش، خص التعميق البحث. هذا الشيء ما خصوش يسالي لانه هذا الملف ما كانش غادي يتكرر، لانه درت واحد الشكايه ديال 4 شهور كون بحثوا فيها مزيان ما كانش يتكرر هذا الملف. عندي هنا احد التعليق قال لك لا راه حنا كنحاربوا يوسف الزروالي لانه كيعاير الناس وكيدير الناس. واعطيني انا عاير شي ناس تيحارب الزروالي تيعاير الناس مزيان، سير حارب هذاك اللي في ميريكان. امتى انا عايرت شي ناس؟ نعم يوسف الزروالي ضر ضريت يا يوسف؟ لا ما كاينش واحد يضرني. لا كندوي على نفسانيا خصوصا في هذا الشيء اللي كدوي دابا اليوم شفنا اول مره غنشوفوا الدموع ديال يوسف الزروالي لانه ضريتي في الوالدين. كنسمعوا يعني اليوم البنيتات حتى هما يعني بنيتاتي ما بقاوش باغي يعيشوا في المغرب. ماشي انا بنيتاتي هما داك بابا خصها نرجعوا بحالنا لفرنسا. راه عندي بنتي ذكيه ما شاء الله راه تزادت عندها 5 شهور. هذيك تيكون تزادو 5 شهور راه فرنسا 4 شهور وما في القرعه تيكونوا ذكيين. عندي بحال تنهضر مع واحد عندها 30 عام. اش قالت لك بابا؟ قالت لي نمشيو بحالنا فرنسا. علاش؟ صافي قالت لي ما بقيتش، قالت لي بابا ما بوليس يجي وهذا وهذيك ميسيو زعما خايب وتيهرس الكاس وهذاك الشيء. قال ما نعسوش حتى 4 الصباح تيقول لك تيجي بابانا تخلعوا. وعندي وحده مريضه بالقلب معاطفه معايا بزاف حتى تشوفني عاد تنعس. الله يخليهم. اذا هاد الناس رونوا عائله ورونوا مدينه، ولكن الا جينا للقانون شكون اللي خصو يتعاقب؟ واش اللي جاي ولا اللي جالس في مدينته؟ هادي في يد القانون هو اللي غيقول الكلمه ديالو. كيدير حاله الزوجه الان؟ حاله الزوجه مسكينه مريضه بزاف، جات دوز فاكوز قاس راسها. راه حاله طبيه راه سخفات واليد ديالي ملي تضرها هنا في عنقها تيضروها حيت عصبات هي بدات تغوات وكشي. وراه المغرب كامل معاطف مع الزروال قال لك حشومه تمشيو له تالدارو سبيتو. عرفتي دابا المشكل كل حاجه فيها خير، الناس كاملين معاطفين معاه. حيد واحد الناس اللي ما انا الان كنشوف مجموعه ديال التعاليق اللي كتقول كلنا الزروالي كلنا عائله الزروالي. كاين ناس اللي كتقول لا كما قلتي ها اللي كيقول نصاب ها اللي كيقول هادي كيقول هادي. فكل واحد وله حريه التعبير. نصاب خليه. نعم شوف انا مع العلم ان تهمه النصب تبرأتي في المره الاولى. لا شوف جوج مرات جوج مرات شوف نقول حاجه متابعه. شوف راه كاين واحد الناس راحة ديالهم ويسبوا. انا راه تنطالب وزير الصحه يدير لي واحد العياده وغادي ندير لهم حصه. كطالب شنو كطالب؟ وزير الصحه يعطيني عياده وندير لهم حصه الاثنين والخميس مع 10 ليلا نجي ونجلس وبداو يسبوني مباشره باش يرتاحوا. حيت هاد الناس تيسبوا الزروال بردوا قلبكم. الا كنت انا ودوا سبني مباشره انا قابل اعطيكم ساعه في 2 وساعه في الخميس سبوا حتى تسبوا وسيروا العزم. هاد الناس صعب صعب. كاين اعداء النجاح وتنتمنى انه يبدا يزيد يسبوني يا ما يجيش يهجموا عليا في ولادي حيت ما حد يسبني والله تينقيني. وعند لم تجد حسد فاعلم فانك انسان فاشل. فالمنافسه ولا غادي نتنافسوا في الادسنس ولا غادي نخدموا على القناه ديالي ولا على هادي أنا بعيد على الوليدات بعيد على الوليدات. ميلف بروف تنشد ميلف تنخدموا هو نعطيه ميلف ما يعرفش كيبدا ولا انا تمشي مع المظلوم ما تمشيش مع الظالم ما تمشيش مع البوز. انا هو صانع البوز. انا راه نشد قطه نعطيها فرماجه ندير انا وياها البوز. انا محتوى ذو خير. الشيف رمضان شهر رمضان كله درته افطار الصائم تعطاتني احسن قناه والله العظيم الى ردوا لي بان تعطي 6 سموم ولكن تنطالب النيابه العامه. علاش هذا الشيء كامل واقع الزروالي؟ حيت واحد الانسان اللي هو ما عمرهم ينساو داك الشيء اللي درت لهم في 2011 ما عمرهم ينساو شنو درت لهم في 2017 وعارفين اني ملكي وراء الدوله وعارفين اني تيخرجوا تنعطيهم. واش واحد ملي تيخرج وتابع 20,000 وتيقول لهم القضاء المغرب كاينه دار في قنيطره فيها الفساد والقضاه كلهم تيدوزوا تتفرج فيها. انا راه سبع تنشوف فيها من بعيد تنقول لهم دوع كادي ندير لهم. مطلع وحده تتقول لهم كاين قضاء في قنيطره كلشي داز في هذيك الفيلا تنقول لهم شتي الصوت هذه اللي طلعت عنده راه عندها قناه هي هذه صاحبه قناه وعايشه في اسبانيا ماشي كاينه في قنيطره هي الكذابه. وهذا السيد تيقول لها شو سميتك هو راه عارف سميتها وديجا طالعه معاه هذه عام
تتورقوا تيطلع على غتله تيقول لهم وراه قول باتني وراه قالت لي وفعلت لي. اذا انت تقول بتي وتخسر الصوره ديال المؤسسه. اذا شكون اللي ورقوا بانه هذيك راه صاحبته وانهم عندهم مشكل في القضاء ديال المراه ديال القنيطره؟ تيبقاو يضغطوا حتى على القضاء باش هذاك القاضي يحكم باش الشيء اللي بغاو هما. وإلا مشى شي محامي مسكين هضر غدا يتشوه، وإلا مشى شي قاضي حكم شي حكم ماشي هو داك يتشوه، وإلا شى راجل الأمن الوطني. إذا اليوم ولات قنوات لتصفية الحسابات وبسمياتهم. لا واش دابا اليوم القنوات يوتيوبية ولينا غادي نوليو هاد القنوات يعني فرضوا قوة ديالهم باش يضغطوا على مؤسسات؟ أنا شو قلت لكم؟ أنا تنقول اللي كانت استلامات العامة تتفرج سطروا معايا على هاد الشيء، هذا اللي تنقول سطروا معايا مزيان. مجيشي القنوات خصهم يحيدوا، ماشي الزرواني مسكين، كاينين بزاف تيتحاربوا تا هو تياكلوا العصا بزاف، ماشي غير انا، تياكلوا العصا باش يحيدوهم ويشدوا اليوتيوب كيما بغاو ويخليوا الصوره اللي بغاو هما يروجوها. الصوره يريو بغاو يروجوه والشكايه تتفاعل، تهضر تاكل العصا. تصور محامي مسكين جاي يهضر قال له سير الله ينعل امك الوالدين امه ميته في تحت التراب، قال له شي بنتك القاصر تا هي الله ينعل امها الوالدين ودير شي حاجه لفرع امك، وتيقول له اعلى وكيل العام في المغرب يحرك شكايات نشوهو. هاد السيد هذا هاد الناس عندهم منين جاتهم هاد القوه هادي كامل؟ لا داعي باش نذكر الاسم، لا داعي لذكر الاسماء. نعم الدوله عارفه شكون هاد الشخص. انا حاربته واخا وحاربته وخليته تيقول الله الوطن الملك صحه عليه، وحاربته وانه تيقول بانه هاد الشيء كامل اللي قلت في القضاء كله كذب. واخا اليوم شنو رسالة يوسف الزروالي؟ واش غتكون شي تسوية في الأيام المقبلة؟ كنشوفوا عدد الناس هنا اللي كيقولوا كما غنقول كلنا الزروالي، كلنا يوسف الزروالي، وكاينين كذلك اللي كيقول لك كلنا خونا الجوك، كل واحد يعني كل ناس فين كي. هذاك السيد باسل بزاف بسل، تيشحموا دابا هو تيشحموا التيك توك هو اليوتيوب، التيك توك ماشي هو اليوتيوب، التيك توك خلاق باش يشطحوا ويردعوا، اليوتيوب عنده ناس الشخصية ديالو تنوصلوا رسائل ديالنا تنهضروا. هاد السيد باسل بزاف، حتى ديك هويا مسكينه بسل عليها، هذا تيشحامو راه تيلعب مع هويا مسكينه اللي تعطيها بوسه من هنايا وتقول لها مبروك الزياده، تتبقى فيا ديك البنت بزاف وضروري ندير لها زياره، راك تتعامل مع الزروالي. هاد السيد هاد الجوك هذا غير ضحيه، راه هاد السيده اللي في ايطاليا مصيفطه له مليون ونص باش يجي يدير هاد الشيء اللي شفناه هادي قبل باش يمشي يدور على الحالات دياولي، اما باش يجي راه فلوس نقول لك ملي تعطات. اذا خطير هادشي راه تحريض هذا، اقسم بالله لو في اللايف تيقول لهم انا راني هنا، وهي تطلع عنده تتقول له تيقول لها شوفي غادي نطيحوا روح ونسميوا فيه، صوتوا صوره في اللايف تيقول لهم غادي تطيح الروح وتسمى فيه ويا ربي تطيح الروح وتسمى فيه وتتقول له هادشي اللي بغينا، وتتقول لهم قريبا غادي نهني الشعب المغربي مع يوسف الزروالي. علاش؟ ما عرفتش شنو بيني وبينها. كتعرف هاد السيده عندك معاها شي اتصال؟ والو هاد السيده في شهر خمسه خرج واحد السيد تيضرب في القضاء دعماته، دارت له محامي بدات تدعمه، واحد السيد ضرب في القضاء المغربي وتعتقل عطاته بفلوس دارت له محامي. ياك اخويا اذا اللي غيضرب في المؤسسات ندعمه، هادشي راه خطير اللي كتقول اخويا. لا لا دابا شوف هادشي راه بالدليل، ماشي انا راني متبع القصه ديالنا بالدليل، اللي تضرب في امك دعمك، الشيرة لا تحيد سروالك على المباشر دعمك، دير محتوى زوين ما تبغيكش، هادشي خطير. تخرج تقول الزروالي نصاب عندك مليون جوج وتجي تجلس معاك. نعم مشاهدينا كاين معايا ناس هنا كيقول لك كلام صحيح، فكنتمناو تدخل الجهات المعنيه والجهات واحد سب القضاء المغربي. نعم وهي هو تيهين الوكيل الملك، وشكون اللي تيهين اصاحبي؟ احسن وكيل الملك في مدينه فاس واحد الراجل نزيه مسكين تيقول لهم تشرب انا وياه القهوه وشوف فين وصل هذا الخبيث هذا، وقال لهم انا محزم بالرجال وبالعيالات وقوي. شكون القوي؟ الناس على برا وقوي بهذيك السيده. اذا انت ملي غادي ديري محامي لهذا السب في القضاء وسب وسب، اذا انت علامه استفهام. والقضاء المغربي ديالنا خط احمر، انا تنتقد بعض المرات ولكن تنتقد شخص في القضاء او شخص النيابه العامه، ماشي تنتقد مؤسسه، فرق ما بين مؤسسه. فغادي نرجع لواحد التعليق اخي يوسف الزروالي، الشعيبيه الزهري قالت لك يوسف ماشي مكروه، انا كأم تبعاه في اعماله الخيريه، يوسف قلبه بيض ماشي مكروه، حتى كيجبدوه وعيقوا عليه عاد كيتحرك. اقسم بالله تيديروا عليه سلسله. شوف صور معي واحد الجريده ما عندها قانون ما بغيتش نذكرها هنا، صور يجيب بنات ويقول له تتخوري
ميتلي لا داعي لذكر هاد الاسماء. كاين امهات واسر كتحكم راه هما مساكن هما راه هما احتراما للذوق المشاهد والمتابع الكريم. هادشي لا داعي لا داعي يدوز هادشي عندنا ما غير مقبول وما نقبلوش يدوز في اللايف ديالي انا بعدا. ف انت صحفي نازل لا هادشي غير مقبول. هادشي راه قالوا لي شوف حيت كتفرج امي وبا دابا راه كتفرج. الله يخليك الميمه شوف انت وما قبلتيش انا هادشي تقال عليا صعيب. وشوف انت ما قبلتيش انا هادشي تقال عليا اخويا العزيز. نعم فكاين القضاء خويا خذ مشيت القضاء وشد لي حق القصر الكبير واعتقلوها وخرجت بكفاله 10000 درهم. والناس تقت بيا قال كون كان هادشي صح تتقولوا من عز معاه. قال لها سيد وكيل الملك الله يعم. قال لها تتعرفيه؟ قال لها قالت له اه. قالت له قال لها شحال نعسي معاه مره؟ قالت له مره واحده. قال لها اعطيني شي محادثه بينك وبينه. قالت له راه وقف عليا وحيدها لي صحه. يو فين انا عرفتك؟ شو قالت له وقف عليا وحيدها لي صحه. اذا كاين شي واحد غادي يتواصل خص محادثه وهذا. نعم في الاخير سرقها وقال لها بغيت نسولك واحد السؤال. شوف شوف الذكاء ديال السيد وكيل. قال لها واش هاد المنبر اللي مشيتي له هو القضاء؟ قالت له لا. قال لها هو فين جا؟ قالت له جا دار شكايه. قال لها وجا القضاء. قال له علاش شحال من صحافه عندنا في المغرب؟ قالت له بزاف. علاش خسريتي العدو ديالو؟ علاش خسريتي واحد ديال النيابه العامه؟ واحد مشكل هو وياه. الله يجازيه بخير. تابعوها بواحد الفصول اليوم وتحترم القضاء. واخا رسالتك وكلمه اخيره يوسف الزروري قبل نهايه هذا البث المباشر. كلمه ديالي الاخيره اللي تنقول ما نقدرش نقولها هو حاليا بعد انتهاء هذا الملف باش ما يقولكش انا هربت غادي نهز وليداتي ونرجع بحالي فرنسا. صافي ما بقيتش ماشي زعما هما خواوني المغرب وبني نمشي للمغرب فرنسا تنقولها قدام شوف تي في وقدام في لايف. الا ضربت في سيدنا ولا ضربت في المؤسسات ديالي راه انا امي حارمه عليا وليداتي حارمين عليا. عقلوا سجلوا عليا باش نبين انا ديوتي جامي لافي. انه يوم من الايام انني وشوف هذه البلاد توابيت فوق الراس لا نقاش فيها ولا مزايده فيها ولكن نعم اليوم جاو عندك حتى الدار غدا شوف شوف الا مشى شي واحد خسرني ولا دار لي ولا دار لي شي اعاقه ما عندي ما ندير بالحياه ولا يشد لي بنيه ديالي. خايف حتى للدرجه خايف اقسم بالله تقول لك تنضربوه تيقول لهم دابا الان ما بقاش شكايات مساله حياه ومامات. هما الناس اللي متبعين هذا الفيلم يقول لك يوسف راه متبعين تيقول لك دابا الان ما بقيناش نديروا به الشكايات قصدني ولا خرجوا ليه فاس خرجوا له فاس. وانا خويا العزيز عزيز عليا وليداتي وعزيز عليا والديا وخويا مسكين خويا مريض واش انا ندي خويا للحبس مسكين وعنده جوج وليدات انا اللي هزهم له وبغيت نخرجهم واحد بغيت نخرجو في القضاة واحد في الامن. واحد راه عنده الباك عنده الباك ما شاء الله جابوا بربعه عنده الباك جاب السيزيام جاب 14 العام تلقراه باش ان شاء الله نخسر عليه فلوس بغيت يكون في القضاة بغيت اسم الزروالي وبغيت ولا خور منعم بغيت نخرجو بوليسي. برافو الله ييسر انا اللي مكلف بهم حيت خويا مطلق مرتو مسكين ومريض. قلت له شوف اذا يوسف اليوم معين العائله كامله كلشي. انا خويا مسكين مريض وتنقول له شوف قال له تنقول له شوف ما حدي انا حي ما تخص ما تخافش معليش حتى خويا وهذاك خويا ما نقدرش ندوزو وليداتهم راه بحال وليداتي راه تغير بناتي وما نغيرهمش واخا تنكون قاصح معاهم ولكن المصلحه ديالهم باش ان شاء الله ملي تخرج ويكون شي قاضي ولا يكون شي وكيل ولا هذا نقول له سير يهز بالسميه ديال الزروالي ما تعطينيش تنقول نعم. ما يعطينيش نعم الزروالي يوسف كنشكرك بعدا اولا على الصراحه ديالك وعلى سعه الصدر ديالك. كنتمناو يعني انه هذا الكلام كان كلام يعني اللي صعيب وصعيب سمعناه الان يعني كلام خطير اللي كنتمناو يعني دخول الجهات المعنيه والمختصه واللي طبعا الحمد لله هذه البلاد راه فيها رجال لا تنام يعني والاعين التي لا تنام واللي كنوجهوا لها التحيه من القلب على العمل الكبير اللي كيقوموا فيه من اجل الامن وامان الاشخاص وسلامه الوطن وكذلك حماية ممتلكات الأشخاص طبعا وحريتهم في التحرك في الوطن وحماية الحريات الفردية للأشخاص. والحمد لله دولتنا دولة الحق والقانون. فرنسا نعم نكملوا نكمل معك ما تحكمت بسبع شهور. نعم أخي وخرجت مشيت للقرقارات مشيت لفرنسا جلسوا لي الناس هذا واحد منهم تيحاربني قال لي وعيتي ما تدافع البلاد مشيتي للحبس. قلت له ماشي مشكل. قال لي كاينين ناس اللي نجلسوا معاهم في الطبلة ما يخصك حتى شي خير.
سي جلال جلال كان اخي زعما لا داعي اننا ننزلوا معاك لهذا الكلام هذا ديال واخد ولا ما واخدش. جلال جلال غادي نقولوا لك جلال اسمعني خويا جلال قال لك انت واقيلا عطينا شي حاجه السي يوسف باش جينا نصوروا معاك خويا العزيز. شوف انا كان على انتقاد انا تندير لهم قليب لما يوصل لشي واحد ولادي شي واحد اصعب واحد داعي باش نتغرب. انا غادي نقول واحد الكلمه وغادي نختصر. سيدي جلال جلال كل اناء بما فيه ينضح اخي. انا شفت بعدا نقولك حاجه الحمد لله. شوف انا تنعرف شوف تي في مزيان هو الوحيد تحيه الصحافه الاحرار ولكن ملي هضرت على شوف تي في شوف تي في الشريف راه تيمشي عند الناس الله ما تيشدوش ليه. انا تنعرف ناس والله ما عطيتي لا صور معاك خاصة الله يدير الخير الملك الملوكي ما عطيه شي حاجه ما نعطيوش اكبر من حجمه. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في غير للرب يجي نهار الاثنين والخميس هو يجي الاثنين والخميس مرحبا به ياخذ الحصه ديالو. اللي تنقول حنا طالب الميل يمشي يمشي للفرقه الوطنيه وتشوفوا الخبط الذي نجبد. اذا كاين في الجعبه ديالك بالدليل وبالبرهان غطيح لنا هذه الشبكه ماشي الشبكه غنشوفوا شي مستجدات في القادم من الايام. الشيء اللي بقى يهضروا عليهم في الاذاعه الاولى تشوف شي حوايج غريبين. راه مؤخرا واحد تيقول تيطير هو تيضرب وانا تنضرب هو تيضرب في المؤسسات وانا طعنت معاه. في الزروالي عارفين في الجعبه ديالك كثير كنتمناو تدخل الجهات المعنيه. قالت لك خويا منير كنعرفوه مزيان صحفي نزيه. كنشكرك اختي وداد وكنشكر كل الناس اللي معنا. كاينين شباب مجموعه من نعم نعم فهذه قناه ولاد الشعب هما كان اعمالنا تطوعيه ومجانيه وكنتمنى انه شي واحد يعيط لينا ويقول لنا اجيو عندي يا في السفح يا في الجبل يا في المغرب العميق يا فيما بغى يكون غادي يلقى شوف تي في واصله عنده. والحمد لله كما قال اخي يوسف وراه كيت تبع وكيشوف وعدد ديال المغاربه يكفينا شرف خدمه ابناء هذا الوطن ونكونوا نكونوا معاهم في يعني في الحزن في الضراء قبل من السراء. اشكركم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في كنتمناو تدخل الجهات المعنيه والمختصه والتقاط مجموعه من الرسائل اللي كنتمناو اليوم انه الحمد لله راه كاينه حمله كبيره على اليوتيوب واللي شفنا عدد من اسماء الان راها في السجن ومازال القادم افضل واجمل ودوله الحق والقانون واللي دار علاش غادي تياخذ العقاب ديالو. شكرا لك وداد وتحيه لكل المشاهدين ومتابعي قناه شوف تي في. والقانون والحمد لله تنفتخروا بالنيابه العامه ديالنا وبالامن ديال المؤسساتنا. نعم ترشوني نعم رجل نزيه السيد وكيل الملك السيد وكيل العام. انا جري راه ما تخافش شي واحد ولكن قسما بالله الى هذه المدينه رجال شرفاء رجال دوله كيخدموا الامان ولكن كاينين شي وحدين ما يستاهلوش يكونوا في واحد المناصب في هذه المدينه ولكن دابا يتفرشوا. شوف راه هاد المدينه ديال الشرفاء يا اما تكون شريف يا اما تهز ومتى تهز ومتى تدير الخواط في هاد المدينه ما تتهزش بواحد الكرامه. طاجين مكناس طاجين حامي ومدينه الملوك. نعم ومدينه الشرفاء. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في تحياتي لكم كنتمناو نكونوا قربناكم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في وسمعتوا الحقيقه وكما عودتكم دائما شوف تي في قناه ولاد الشعب من لسان المعني بالامر بلا ما نبقاو ندورو بالجناب كنجيو عند المعني بالامر مباشره هو يقول لنا شنو كاين والحقيقه ما تخباش. اشكركم كان معكم مراسل القناه منير معطاوي من العاصمه الاسماعيليه مكناس. شكرا لك يوسف الزروالي تحياتي لك وتحيه للعائله الكريمه. شكرا.